السلام عليكم. السلام الله ورحمة الله. وش قلت لي؟ عزيز. مايو. ايه انا سبيطار يا اخي مريض. ربي يشافيك. حسبات مهلوك. لك واحد صاحبي يسرق صبابط من الجامع. يا لطيف حكمه غير كيما واحد. كان هذا يجيب لي صبابط وانا نبيعه نعاود لهم البيع. حاجة مليحة ويجيب غير القريفة. الجامع. اه. مليحة. كاينين هنايا كيما البارح سرق زوج في العيشة. هنا هذه الحبة يدير زوج وستمية. قول ماما هذا تربطو تقول لي اخر شربطو هذا تربطو كيفاش يعني يدي مع 100,000 الحبة. وكاينة هذه شوفي لا تساعدك هذه حبيبي ندير لك سومة شابة. هذه داها لواحد الشيخ باين ميكري كيفاه؟ كان ترجعها المول هنا نسمطيك مصروفه. كان ترجعها المول هنا نسمطيك مصروفه. ما تقعد بيا ولا كيف قلت لك لا تشري وكذا والاخر تقول لي ارجع عمو كي متحرش بيك خويا قلت لك كاينه سلعه باهيه كذا الاخر الا كان تشري تقول لي ارجع المولا ونعطيك دراهم. سخانه طلعت قالت لي سخانه علاه؟ سيري زاد كلش الجامع صحني صارحتك خويا صارحني علاه؟ على الباب ونهبط انا علاش تحب نهبط يا خو كان صحته بارك الله فيكم تشريش؟ انا كي نكون مشومر ما عنديش انا كيما راني سكين قاو ما عنديش انا على البوال صحي سومه مليحه ايوا السيد مسكين صواري 240,000 يحسب فيها صواري اللي داو والو ها واش نديرو به الدنيا كاع عايشه هكا الله يسترك اخويا هيا نساعدك فيها والله والله العظيم غير حاجه مليحه ما تندم عليها والله نرميها مطاقه على بالك كيفاش نرميها مطاقه خبز ولادي ترميها مطاقه انت ها خبز ولادي هذه واش بيك خمس ولادي ايه الطاكسي خبزت ولادي وهي بصح الطاكسي راني مسلف راني نخدم مع السيد الله يعاونك ايه وني نافيكي ليك لي ولي طلع مانيش نخدم كاع يا ايه واش ندير لك انا شوفي لي مانيش نخدم كيفاه مانيش نخدم ما نخدمش هاد الخدمه حبيبي انا صارحتك قلت لك سارقوا من الجامع ياك ما خبيتهاش عليك انا صارحتك ولا ما صارحتكش صارحتك ايه خلاص مالا بصح تصارحني في هاد الامر نورمال يا خو كان جا واحد قدي وقال لي هضر معايا هاد الهضره وصرحني بالك ندير معاه الموحى انت كبير انسان كبير واش دير؟ والله غير انسان كبير انت يا خو ما اجا كي قلت له مانيش خدام وما نديرهاش كلامك دواء لا غير عيب يا خو اسمح لي يا خو لا كلامك ما تشريش ما نشريش انا رجعهم من ماليهم وانا نعطيك الفائده تاعهم شريت تدي 100 100 200 200 راني خدام الراجل حوس على مولاهم رجعوا نعطيك 200 فائده وين راح يلقى مولاه انا هادو ماشي يسرقهم الزواولا الجامع اللي او يروح الجامع تاع حيدره غير الناس اللي لاباس بهم يعسوا على باب حطيب لاباس بهم زوالي لا لا حنا قاعدين ندفنوا في قبر واحد حبيبي قاعدين ندفنوا في قبر واحد حبيبي نسرقوا غير لا يروحوا لعفره واحده يا حبيبي هذا ماشي هذا على بالك قبل ما يقاري قبل ما يقاري ديجا يستيمي يشوف واش لابس واش الطوموبيل عنده وهو يدخل ويعطيها وما يصليو بعدها كي بعد السجده الاولى بعدها يروح الوقت هذا انا فيه غير الزوالي اللي يلبس الماركه تساعدك ها؟ غير الزوالي المرفع ما يلبس الماركه اوه يخاف على درهمه شلتني والله عارف شلتني انا اللي راه 100,000 جيبي براسي هذا واش عندي؟ في الدنيا هذه كاع عندي 100,000 هاك نحسبها لك هاي نحسبها لك 100,000 والله غير نحسبها لك 100,000 والله ما نديها وتعطيها لي باطل الله يسرك والله تجي لي دراهم ما نديهاش تديها اخويا نحسبها لك 100,000 والله غير 100,000 ارواح يا خو دوك حسبه يا صاحبي لا تنسى يا ميم 100,000 ما نديش انا ما نجيش نمسك حرام عليك وكيفاش ندخل غدوه في هذيك غدوه في القبر كيفا شكون يتحاسب معاك ايه يا خو انا كبير يا مازال الناس كيما انت انا دومي 24 مازال الناس دير هكذا ما عنديش ترى نعطي لك عندي 100,000 بلاصه نعطيها لك والله غير نعطيها لك رايلك 100,000 هذا واش ما نديش ديال السبيطار ها نعطيها لك ودوك ما نروحش السبيطار نطلع للدار
ما نديش ليها للسبيطار نعطيها لك ودوك ما نروحش للسبيطار زين الله ما نروحش للسبيطار ها راجل بري وليد فاميليات يرحم لنا رباك تجربة اجتماعية هذه كاميرا خفية هاي كاميرا وهاي كاميرا خفية اجتماعية راجل انت الله الراجل قسما بالله والله غير راجل وش راح نقول لك يعني انا كيشوف الفئة تاع الشعب الجزائري بتخمم بالتخمام هذا يا اخي الكريم نقول بلي بلادنا مازالت بخير بيانا مازال شو عطيت لي مثال غير خلاص رجعت خلاص الدنيا مثال غير يا بيدي بنت انت مريض رايح الداوي قلت لي ديها يا خويا ربي لك نشري بها دواء كاع هاي عمنا هذا المنبر نقول 40 مليون جزائري راح يدعوا لك بالخير خويا ربي يشافيك ان شاء الله طهور ان شاء الله وربي يعطيك ما تسمنى اخي الكريم فهمتني حبيبي تعرف حسين جيجيك اللي يدير كاميرا كاشي حسين خويا حسين عزيز حاب طوركم الشعب الجزائري والشعب المسلم كاع 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 خاوة وصحة طوركم وصحة رمضانكم وما تزعبوش علينا وديروا الخير قد ما تقدروا ربي يستر